والله هو بالضبط ثم وضعية هشة بالنسبة للمجموعة من الصحفيين، معناها شريحة كبيرة من الصحفيين وضعيتهم الشغلية هشة جدا والمادية تعبة برشا. فأنا أعتقد أن الوضعية هذه موجودة بصفة كبيرة بالنسبة للصحفيين. بون باش ما نبروش الانتحار، لكن ممكن برشا الفقر، التهميش، الوضعيه الهشه اللي يعيشها الصحافي توا في تونس، اللي ممكن برشا الشهريه ما عادش قاعده تخلطوا مع غلاء الاسعار والكل. وحسب ما سمعت يظهرلي هو اللي انتحر الله يرحمه ما هوش معناها يخدم بعقد عمل ولا حاجة، قاعد يخدم معناها وقت اللي تحتاج له التلفزة. البارح للأسف سمعنا بالكاميرامان عبد الرزاق الرزقي الله يرحمه معناها أقدم على إضرام النار في بدنه، وللأسف معناها توفى الله يرحمه. هذا يلخص معناها وضعية الصحفيين بصفة خاصة، معناها اليوم مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وكل للأسف. وأنا منيش صحفية ما مدونة، ولكن في احتكاك بالصحفيين نعرف أنهم يعيشوا وضعية هشة جدا، يخدموا ساعات بلاش عقود تحت الطاولة بأجور ما تنجمش تعيشهم.